يا رب باذن الله. خبر رفع الايقاف عن ايهاب عبد الرحمن ادانا حلم تاني، حلم مختلف طبعا. شفته ازاي يا كابتن ياسر؟ والله شفته فتحة خير، بالذات في 2020 اول السنه بالظبط. طبعا حاجه جميله، يعني بشرة خير زي ما الاغنيه الشهيره، يعني بشرة خير. طبعا كلنا كنا، هو كان حلم الايهاب ولينا ان وكمان ان الايقاف يجي بدري رفعه، الحمد لله ده ادانا شحنه معنويه كبيره حتى ان احنا نشوف ايه اللي نقدر نساعده بيه. يعني لو كان الموضوع مؤجل لغايه شهر 4، لا ده احنا بقينا دلوقتي في يناير، وكل الناس زي ما هو قال من اول كابتن محمود الخطيب لاعضاء مجلس الاداره لجهاز العاب القوى للاتحاد للدكتور اسامه، كل الناس بنرجع تاني نقول الامل بقى عند المصريين وجماهير واقول محبين النادي الاهلي تحديدا، يعني وخصوصا بالذكر كان عنده دعم جماهيري كبير بصراحه. انا بصراحه سعيده شفت دعم جماهيري بجد يا جماعه، شفت دعم جماهيري للعيب العاب القوى، لان انا العاب الاخرى فاكيد كابتن ايهاب زيي، فشفت دعم جماهيري كبير جدا لايهاب عبد الرحمن. فعلا كانت حاجه جميله جدا من ساعه ما توقف لغايه وقتنا هذا، دعم دعم دعم، ودي شيء مهم جدا في الرياضه لاي واحد بيلعب رياضه بره كره القدم. اتفضل يا كابتن. دي حقيقه، لان في ناس بيسالونا تحديدا، بيسالوني ايهاب عامل ايه، ناس احيانا ما لهاش علاقه بالرياضه. يعني مثلا موظفي وعميلي الامن، ناس بتوع نشاط رياضي، ناس بره النادي الاهلي في موقف ميكروباص، في اخبار ايهاب اول ما يعرفوا بس يشوفوا تيشيرت النادي الاهلي، اخبار الكابتن بتاع الرمح ايه. صح. ففي متابعه حقيقيه، يمكن هو ده ما يعرفوش شويه، انما في متابعه كبيره ليه، وكلنا امل والناس ليها حق يعني. اكيد. واحنا ان شاء الله طمعانين في الامل ده، وباذن الله خير ان شاء الله. هنتكلم على الامل ده مع كابتن ايهاب، بس خلينا في العاب القوى وهيمنه. ما شاء الله ما شاء الله، عشان انا عارفه تقولي كتير عليا. كل حاجه، رجال سيدات شباب ناشئين ناشئات، كل حاجه فيها هيمنه من قضاء العاب القوى في النادي الاهلي على بطولات العاب القوى. جه ازاي يا كابتن ياسر؟ والله يا كابتن خالد، احنا يعني في كل ما بنقعد اجتماع حتى على مستوى النشاط الرياضي بنقول ان احنا الحمد لله بنخلص من بطوله بنكون عندنا الخطه بتاعت البطوله اللي بعدها، يعني ما اعرفش ليه اتعودنا على كده من ساعه ما دخلنا النادي الاهلي. هو النادي الاهلي كده، دي حقيقه. بطوله تخلص في الدولاب، دي حقيقه، تخش على اللي بعديها. دي حقيقه، يعني احنا اول موسم بتاعنا بنخش بنخبط في الكاس، نطلع من الكاس بنبتدي نجهز للي بعده، يعني احنا في نهايه الموسم الجديد الدنيا شغاله كده. فاحنا الحمد لله الهيمنه ما جاتش من فراغ، جت من تعب جهاز فني، نشاط رياضي، لعيبه، اولياء امور، من اول 12 14 بنين وبنات وصولا للرجال والسيدات. وتحديدا كمان في مرحله سنيه تم اضافتها السنه، والحمد لله برضو الحمد لله دخلت الدولاب المرحله 23 سنه ما شاء الله. فالحمد لله اول في فول مارك، يعني ما فيش فول مارك الحمد لله، بعيد عن الحاقدين ده الحمد. مش عايز اقول كده صح كده، ايه رايك؟ انا قلتها لك في جولي.